بعد الرحلة بقى يرجع الغلابة لواقعهم المؤلم، يرجع الغلابة عشان يعدوا في شارع يشيلهم قطر أو قطر يولع فيهم أو مستشفى تنفجر فيهم بدل ما يعالجوا فيها، مستشفى تحرقهم تموتهم. والحقيقة إنك هتفضل طول عمرك كده مالكش لا لازمة ولا تمن، طول ما في عصابة على رأسها السيسي قاعدة على قلب البلد دي بخيانته وإجرامه وإيديه اللي مليانة دم المصريين. أول طريق الخلاص للمصريين وأول حاجة عشان يعرفوا قيمتهم وإنهم يتخلصوا من السيسي وعصابته. ألف رحمة ونور لكل على كل الضحايا مصر، من أول شهداء ثورة يناير لحد شهداء مستشفى الأورام، وربنا يصبر أهالي الغلابة اللي ماتوا واللي المصريين كلهم حاسين بيهم. والمهم كمان إن إحنا حاسين بوجعهم، إحنا اللي حاسين، لكن عصابة السيسي هم اللي كسبانين أو كبسين كمان على قلب مصر. رحم الله كل شهداء مصر اللي سقطوا على إيد النظام ده وعلى إيد اللي أسسوا للنظام ده من أول بقى 52 لحد دلوقتي. نطلع فاصل ونكمل.